مرحبا بمتابعي قناة شهيوات مهيبة. اليوم ان شاء الله غنوجد معكم كسكسو مغربي بالخضر، بجميع انواع الخضر. وكما كتعرفوا الخضر ما شاء الله متنوعة. كنتمنى ان شاء الله يعجبكم هذا الطبق، وما تنساوش تشتركوا في قناة شهيوات مهيبة. الا كنتوا لاول مرة كتشاهدوا هذه القناة، فعلوا الجرس باش يلحقكم كل جديد. غندوزو دابا لتحضير المقادير. نقول لكم ان شاء الله بان هاد وصفه الكسكس راه وصفه غنيه بالفيتامينات وغنيه بالمعادن ورائعه صراحه. كسكس المغربي معروف على نطاق واسع، من طنجة للقويرة ما شاء الله، وحتى في البلدان المغاربيه الكسكس معروف عندهم الحمد لله. كما كتشاهدوا عندي مجموعه من الخضر اللي متنوعه اللي كنديروها في هذا الكسكس المغربي. غندوز دابا ان شاء الله لتحضير المقادير اللي غنستعمل في هذا الكسكس. بالنسبه للمقادير كتعرفوا مجموعه من الخضر اللي كدار في الكسكس معروفه بما فيهم البصل، الفول، القرعه الخضراء، الخزو اللي هو الجزر، قريعات خضراء صغار بهالطريقه، اللفت بانواعه. كاين هاد اللفت هذا، وكاين اللفت الطويل، وكاين هاد اللفت الاصفر، هذا كيكون مدور لفت اصفر. غنحتاجوا القرعه الحلوه، فيها جوج نوعيات. غنحتاجوا مطيشه، نحتاجوا معدنوس، كرومب حتى هو كيجي زوين في هذا الكسكس، والبصل بطبيعه الحال. تابعوا معايا ان شاء الله هذا الطبق المغربي اللي صراحه سهل في التوجد. وغنحتاج واحد الكميه ديال اما لحم او دجاج. لان هادو كيبغوا الطياب شويه ماشي كيف الخضار الثانيه. الخضار الثانيه ما عندهمش مشكله. هانتوما المعدنوس ديالي نقي حتى هو كما كتشاهدوا، كلشي تغسل. نعاود لهم الغسله الثانيه لان هاد الغسل الاولى كيكون داك التراب فيهم ولا شي حاجه. اول حاجه كنبدا بها هي البصله، كنشدها كنشلطها بهذه الطريقه. بالنسبه للمبتدئين راه الكسكس سهل بهذه الطريقه ان شاء الله. جربوها وغتعجبكم وغتعلموا ان شاء الله. صايبوا حتى نتوما علاش لا، كل شيء سهل، خاص غير الاراده والرغبه، هذو هما اللي كيكون خاص في الانسان. بالنسبه للعطريه غديروا العطريه ديال الكسكسو معروفه اللي هو شويه سكنجبير، الخرقوم، زيت العود، شويه المليحه. الملحه على حسب الرغبه، ديما كنقولها لكم، كاين الواحد اللي كيبغي شويه مسوس، كاين اللي كيبغي مالح، على حسب رغبه الواحد. وكنضيفوا ثاني اللي بغى شويه الكمون يضيفوا، اللي ما بغاش كمون ما يديروش. وديك الساعه باش غنخليهم يتحروا واحد الشويه باش ينسجموا مع بعضياتهم. هانتوما هانتوما كلشي كنقطعوا لجوج، نقطع الخضر هانتوما. الفول دابا راه ما شاء الله موجود متوفر في الاسواق المغربيه، لا هو لا جميع الخضر.
غنضيف لهم العطريه كما قلت لكم وغنوضعهم فوق البوطه باش يتشحروا وغنبقى ندير هذه الطريقه. درت العطريه ديالي دابا غنخليها تقلى واحد الشويه، ما غنضيفش الماء دابا كما كتشاهدوا راني مرقت القدره ديالي. دابا غنخليها ان شاء الله حتى تطبخ مزيان. طلع هذا كسكسو بصنع منزلي، ياه كنشري حقيقه من الجمعيات، كاين جمعيات ديال الكسكس. بالنسبه لهذه الكميه غنحتاج لها الماء، درت فيه الملحه كما كتشاهدوا الليحة فيه الملحة، وغنحتاج الزيت. تابعوا معايا طريقة تحضيري لهذا الكسكس، الطريقة سهلة ومبسطة كما شفتوا. كنخوي الزيت هو الأول، زيت المائدة هو الأول، كل واحد وطريقته، كاين اللي ما كيسبقش الزيت وكل واحد وطريقة ديالو. كنستعمل الكمية اللي غتكفيني باش غن ندهن هذا الكسكسو ديالي. هانتوما صافي، كنضيف ديك الماء والملحة بهالطريقة. هانتوما دابا كنت مشيت جبيت على القدرة ولقيتها بأنها صافي ما شاء الله فاضت، يعني تبخت، لقيتها تبخت مزيان. صافي دابا ها انتما رجعت الكسكسويه، لقيتو شرب داك الماء اللي خويت فيه. دابا غنوضعو في الكسكاس كما كتشاهدوا بهذه الطريقه، وندير له القفال ديالو. وضعتو دابا وخليتو يفرن ان شاء الله التفويره الاولى، من بعد غنواصل معكم. حطيت هاد التفويره ها انتما، كنحاول نفكها بيديا بهذه الطريقه. اللي جاتو سخونه يدير معلقه ديال العود ها نتوما بهذه الطريقه. من بعد كنحاول نسقيها بالماء المره الثانيه ها نتوما. والماء الماء ما يمكنش ليا نعطيكم العبر، لان كديو الكميه اللي غتشربها يشربها داك الكميه اللي درتو ديال الكسكسو بهذه الطريقه. هانتوما هانتوما كما كتشاهدوا هكا باش كنقاد الكسكسو ديالي على حسب ثاني النوعيه ديال الكسكسو. راه كاين الكسكسو اللي كيشرب الماء وكاين الكسكسو اللي ما كيشربوش. وهي غدا دابا انا حسيت به صافي بركه عليه، نخليه يشرب هاد الكميه ديال الماء. بين ما نوضع الخضره اللي قلت لكم غنوضعها بالنسبه للتفويره الثانيه، وضعت الكرنب هو الاول، من بعد هذاك القريعه الخضره الصغيره، وقطعت القرعه الخضره الطويله. دابا غندير هذه القريعه الحمراء، ديرها التفويره الثانيه اللي درت على حسب انني وضعت الخضر باش تطيب. اخر حطه حطيتها دابا غنوجدها على حسب التفويره الاخرانيه. غنخوي كما كتشاهدوا هكا الماء فوقها، القياس ديال الماء اللي بغيت نستعمل. من بعد غنضغط عليها هكا بهذه الطريقه كما كتشاهدوا. كما قلت لكم الا كانت سخونه وراه بطبيعه الحال سخونه، غتديروا معلقه ديال العود. ها انتما كما كتشاهدوا غنحرك بهذه المعلقه، صافي غنخليه باش يشرب ليا هذاك الماء اللي درت له. ومن بعد غندير اخر تفويره. قطعت هذه المطيشه بهذه الطريقه، دابا غنوضع عليها معلقه صغيره ديال مطيشه الحك والماء الكافي ونطحنها. غنضيفو بهذه الطريقه. هذه دابا التفويره الاخرى غنديرها فوق هاد سميتو فوق القدره ملي وضعت المطيشه، غندير التفويره الاخرى. وتابعوا معايا ان شاء الله تحضير الطبق النهائي. من بعد ما دات التفويره الثالثه صافي هي هذه، راه وجد فيها الكسكسو ديالي. دابا ان شاء الله غنوجد
التفصيل ديال التقديم. كتشاهدوا واش الكسكسو ديالي راه كيطلع زين وبنين. كنتمنى ان شاء الله تجربوه وينال استحسانكم ويعجبكم هذا الطبق التقليدي المغربي ديال الكسكسو.